والله تركيا ما زالت تلعب دور غريب بالغ السوء. صحيح. يعني رجب طيب أردوغان ده شكله اتجنن، لأنه كان عنده طموحات الدولة العثمانية مرة أخرى وطموحات الأمبراطورية السابقة، لكنه فشل للأسف الشديد، لا قدر يعمل علاقات صداقة مع أكبر دولة عربية اللي هي مصر، ولا قدر يبني علاقات قوة في الإقليم، وإيران بتلعب دور أكثر دور نشط أكثر من تركيا في الإقليم من خلال المذهب الشيعي. يعني إيران أكثر تأثيرا في سوريا، أكثر تأثيرا في لبنان خلال حزب الله، أكثر تأثيرا في شرق السعودية وفي البحرين وفي بعض دول الخليج العربية، وكمان حاولت أنها تمارس تأثيرها في اليمن، لكن البديل التركي بيقدم فشل واضح في التعامل مع مشكلة الإقليم. نروح على المواقع نروح على مواقع الصحف الإلكترونية. هناخد أول خبر من موقعنا، موقع صدى البلد. نفى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب حدوث أي تعديل وزاري خلال المرحلة الحالية، موضحا أن الأمر هيقتصر فقط على تكليف وزير جديد بحقيبة العدل فور عودته من العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء القادم. وأوضح محلب أنه تناقش صباحا مع وزير العدل حول ردود الأفعال السلبية التي أعقبت تصريحات صدرت مؤخرا عن الوزير، وان الوزير تفهم الوضع وقدم استقالته بكل احترام، مشيرا الى انه لا يصح حتى وان كانت التصريحات زلت لسان ان تتعارض مع الراي العام. انا عايزه تعليق. طبعا لما حصل قبول الاستقاله كتير من الناس تنبأت بحدوث تعديل وزاري جديد، وهو اللي نفاه رئيس الوزراء. والكلام عن التعديل الوزاري بقى له كام يوم، انه تعديل وزاري هيمس 9 وزراء. هو بصراحه تم الراي العام عنده زي ترمومتر، انه اما بيشوف ان الاداء مش على المستوى المطلوب بيبدا الكلام عن تغيير وزاري. ليه؟ لان الناس عايزه تشوف اصلاح واضح، عايزين تشوف اصلاح واضح على كافه المستويات، يعني على زي ما قلنا مستويات السياسه، انه يلاقوا سياسيين على مستوى بيتعاملوا مع الراي العام وبيخاطبوهم بشكل يومي. الحاجه الثانيه انه يلاقوا اصلاح اقتصادي، انه يلاقوا فرص امل بالنسبه لاولادهم، وظائف، انه يبقى في سيطره على الاسعار داخلين على رمضان.